بتقري جرايد مصري؟ بتابع اخبار البلد. اخبار البلد بس؟ لسه مش قادره تنسي. ما تحاوليش وسيبي نفسك، ما تضغطيش عليها. والوجع يا صلاح اعمل فيه ايه؟ مفيش اي حد في الدنيا حقق انجاز عظيم الا وكان وراه وجع محدش يعرف عنه حاجه. حب فاشل، اب قاسي، ام سابت واهملت، كل العظماء والنجوم كانوا مجروحين وكانهم عاشوا حياتهم عشان يثبتوا للناس كلها انهم كانوا يستاهلوا احسن. الالم كان دافع، والدافع ده مهما كان صغير وعبيط في نظر كل اللي حواليه الا انه عمل منهم انجاز كبير. وانا اللي كنت فاكره اني مع الوقت هنسى. مش بايدك، التجربه ما كانتش سهله. كل اللي تقدري تعمليه انك تحوليها لطاقه شغل عشان تدفعك لقدام. مش قادره، تعبت. عارفه انا عمري ما هنسى وانا عيل صغير في الارياف لما خالي جه يزور مريم. خالي ده كان موظف كبير في شركه في القاهره، وكنا بنستقبله استقبال الفاتحين. امي قالت له لما صلاح يكبر يبقى شوف له شغلانه معاك. لا لا لا، ما ينفعش، ده اخره يشتغل في الغيط. مش عارف كان مستقلب ايه ليه، جايز عشان كنت في حالي وما بتكلمش كتير، بس الكلمتين دول فرقوا في حياتي جدا. كل اللي عملته كان رد على خالي اللي هو اصلا ما قبلش اشغله اوفيس بوي في شركه من شركاتي. معقول؟ انا مش بقارن بيني وبينك، بس انت اكيد فاهمه انا قصدي. فاهم، وانا بحاول انفذ كل اللي بتقولوا لي بالحرف الواحد، بس الموضوع ده اكبر من كده بكتير. ازاي؟ نفسي اذيهم زي ما اذوني يا صلاح. هيحصل يا مسك، هيحصل. Watch it.